أحبتي والصحابة، تفضل أستاذ حسن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا في البداية لابد من كلمة في البداية عن آداب الحوار وشروط الحوار. وأنا أشكر الأخ إبراهيم وأشكر قناة وصال رغم كل العتب والخصومة التي جرت بيننا، لكن التواصل خير من التدابر والتقاطع. وأنا كنت قد كتبت ورقة فيها آداب الحوار من أهمها. لابد أن أشير قبل ما أدخل في الموضوع أن تكون الشهادة لله عز وجل، وهذا الموضوع يعني ضعيف عند المسلمين. أحيانا قد تأتي الشهادة للمذهب، الشهادة للرمز، الشهادة للمنهج، الشهادة كذا، يأتي الله متأخرا بعدين نتذكر نشهد لله عز وجل. ولذلك يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كونوا شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين. وقال: والذين هم بشهاداتهم قائمون. وحتى ذكر في الشهادة الصغرى في بعض الأحكام: ومن يكتمها فإنه وأتموا شهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. وكذا فهذا المعنى إذا استحضرناه استطعنا أن نمشي. ولا طبعا أنا أريد أن أطمن الجمهور في البداية، أو نحاول ما أمكن أنا والشيخ إبراهيم، الجمهور متوتر جدا، متوتر، هو بحاجة أن يهدى. وأنه ليس المسألة معركة يعني حرب البسوس، لا، ليست هذا، هو مسألة علم. نتعاون جميعا في إنتاج هذه المعرفة. إذا صار في هناك تعاون، طبعا المصادر مرتبة، القرآن الكريم سيكون له نصيب الأكثر، ثم ما صح من السنة، ثم نأتي. والموضوع الذي سأبدأ فيه اليوم، يعني أقصد في بعد قليل، هو بهذا الترتيب. أنا لا أذهب إلى قال العلماء، قال أهل السنة، قال قبل، قال الله عز وجل، قال الله عز وجل أولى. لأن أحيانا قد يقول، قد يجتمع علماء على أمر ولا يكون معهم الصواب. فالشهادة لله أولا، بعد ذلك بالتأكيد أنه لا نتوقع الآن أن الجمهور مثلا المتحمسين معي قد لا يوافقون الأخ إبراهيم ولو أتى بحقيقة. وأنا نفس الشيء، الجمهور المتحمسين الأخ وصال قد لا يقبلون كلامي حتى لو أتيت براهين، لأن البرهان وحده ليس منتجا للهداية في القرآن. يعني بمعنى البرهان وحده لا يكفي، بدلالة أن الأنبياء أبلغ براهين مني ومن الشيخ إبراهيم، ومع ذلك كفر أكثر أقوامهم، صح ولا لا؟ ليش؟ لأنه بحاجة لاستعداد قلبي ونفسي لقبول البرهان. وهذه المسائل للأسف لم ندرس عليها، يعني المذاهب درست على أساس أن نحن فقط أهل الجنة والمتبعون والمنصفون والآخرون أهل أهواء وبدع إلى آخر. النقطة الثالثة، طبعا نقاط الاتفاق والاختلاف أنا ذكرناها، تحليل موضوعات سيكون موضوع الصحبة والصحابة، ثم الموضوعات اللاحقة سنتفق عليها. إذا طبعا هناك مصطلحات ستدخل، السنة، الشيعة، يعني سنعطي درس في الصحبة نفسها في تحليل معنى الصحبة لتكون نموذج. أبدأ الآن في موضوع الصحبة والصحابة. أولا يعني يمكن قد تتفاجأ بما أقول، أني أتطورنا يوميا إن صح التعبير، لا أقلد لا مذهبا ولا عالما، وإنما أحاول أن أتبع القرآن الكريم أولا وما يشبهه. الحقيقة الأولى التي وجدتها والتي قد تفاجأ، الحقيقة الأولى، تسمعوا يا شيخ إبراهيم، الحقيقة الأولى أن لفظة الصحابة، العنوان الصحبة والصحابة، أن لفظة الصحابة ليست لفظة قرآنية، ليس في القرآن الكريم أولا لا كلمة الصحبة الصحابة ولا الأصحاب، فيها الجذر اللغوي صحب، صحيح. والسؤال، وهذا قد يتفاجأ كثير من المشاهدين، معقول أن نحن نردد صباح مساء الله أثنى على الصحابة في كتابه ومدح الصحابة الصحابة؟ قد يتصورون أن الصحابة موجودين لفظا في القرآن، وهذا غير صحيح. موجود ألفاظ أخرى: المهاجرين، الأنصار، المفلحين، الصادقين، الكذا الكذا، يعني هنا، ولكن هناك لفظ جامع لها سيأتي. فلفظ الصحبة أولا، لفظة الصحبة في القرآن الكريم، باقي شوي، لو نستعرضها، وسأأتي باللفظ البديل. إذا كان لابد أن نتفق، مثلا هذا سؤال مطروح للشيخ إبراهيم: هل مذكور كلمة الصحابة بهذا المعنى في القرآن الكريم أم لا؟ هذا سؤال يجب أن يجاب عليه. أو الأصحاب. وأما الجذر اللغوي، الجذر اللغوي حتى الرياض جذرها في روضة يحبرون، لو واحد يقول هذا الرياض موجودة في القرآن الكريم تقول لا، يقول يا أخي الجذر اللغوي في روضة يحبرون
روض موج. لا نحن لا ليس كلامنا على الجذر اللغوي وإنما كلامنا على المصطلح. اللفظ القرآني بدل الصحابة هي كلمة المتبعون الأتباع، حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، وأنذر عشيرتك الأقربين، واخفض جناحك لمن اتبعك ولم يقل لمن صاحبك. وهذا سيأتي المعنى مفصلا. كل الأنبياء استخدم القرآن الكريم كلمة أتباع يتبعون، ما فيه يصحبون، ما فيه يصحبون، هذا معنى مذهبي ضخم. فيه معنى في الحديث معنى واسع، حتى صحابة في القرآن الكريم ليس معناها لا تقتضي الاتباع أصلا. الله عز وجل يقول، ولذلك لماذا قلت نبدأ بالقرآن الكريم، الله عز وجل يقول في حق النبي عليه الصلاة والسلام: وما صاحبكم بمجنون. أثبت صحبة الكفار بهذا المعنى. الصحبة في القرآن لا تقتضي اتباعا، وإنما هي لفظ عام يدخل فيها المتبع ويدخل فيها المخالف. وما صاحب ما ضل صاحبكم وما غوى إذ قال له صاحبه وهو أكفرت. فأنا يهمني جمهور وصال حقيقة أن يفهم قصدي في هذا. هذا لا يعني نقد للصحابة ولا كذا، إنما هناك مرحلة أخرى منهم. يقول الله عز وجل مثلا في الصحبة، وردت كلمة صحابة في القرآن الكريم تقريبا 18 مرة، كلها ما تقتضي إلا المخالفة باستثناء آية واحدة، آية أبي بكر والغار، هذه التي قد يكون مثلا طبعا كصاحب الحوت، الحوت ما يطيع مثلا، وما صاحبكم مجنون، ما ضل صاحبكم غوى، وفي آيات تدل على وصاحبته وبنيه، تدل على المتابعة أو على الأقل الالتصاق. إذن فالصحبة هذه التي صجينا بها العالم، الصحبة الصحابة، المفترض أن نعيد الألفاظ القرآنية لأنها بركة، كالعقيدة والإيمان تماما. العقيدة فرقت المسلمين والإيمان يجمعهم. فيأتي الآن ما هو اللفظ البديل؟ السؤال ما دام أظن يوافقني الشيخ إبراهيم وتوافقني أنه ما في كلمة الصحابة في القرآن، بقي هل هناك لفظ بديل عن الصحبة في القرآن، ولماذا هجرناه؟ وهل كان هجره لأنه انتهت صلاحية هذا اللفظ، وأنه أصبح عندنا ألفاظ مذهبية ما شاء الله أقوى من ألفاظ القرآن أم لا؟ الجواب على السؤال الأول، بقي 6 دقائق طبعا، الجواب على السؤال الأول نعم، هناك لفظ بديل قرآني للصحابة، لفظ بديل. ما هو هذا اللفظ البديل؟ هم المتبعون أو الأتباع. يقول الله عز وجل عن الأنبياء: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي، ولم يقل للذين صحبوه. وقال في حق إبراهيم: ربي إنهن أضلن كثير من الناس فمن تبعني فإنه مني، ولم يقل فمن صحبني. أيضا إبراهيم عليه السلام يقول في نصيحة أبيه: يا أبتي إني جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني، ولم يقل فاصحبني. أيضا متبع نوح يقول: فقال الملأ الذين كفروا من قومه: ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا، ولم يقولوا صاحبك. متبع عيسى: وجاعل الذين اتبعوك، ولم يقل صاحبوك، فوق الذين وجاعل اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. كذلك في مسألة النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الأهم، مسألة ما يسمى الصحابة، يقول الله عز وجل: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، ولم يقل ومن صاحبك. ويقول: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. ويقول: الذين يتبعون النبي الأمي. طبعا والاتباع له معنى ممتد في التاريخ وله معنى خاص به أيضا. ويقول عز وجل: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وكذلك يقول: فإن كنتم تحبون الله فاتبعوني. ويقول عز وجل: قل هذه، يعلم نبيه، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. حتى فيما يخص جيش العسرة: لقد تاب الله على النبي والمهاجر والأنصار الذين اتبعوه، ولم يقل صحبوه. فكلمة صحبة في القرآن كما أثبتنا أنها لفظة محايدة علائقية، يعني لفظة علاقة. الآن أنت في المحكمة تقول عندك خصم، يقول جاء صاحبك، هو قد يكون خصم. في الحديث كذلك أنه كان حريصا على قتل صاحبه. فلفظة الصحبة يجب أن يستبدلها المسلمون إذا أرادوا التجديد، إذا أرادوا، بكلمة المتبعون.
المتبعون. ولذلك القرآن الكريم في لما نستعرض آية الصحبة ليست لا تدل على مدح وليست ولا بالضرورة أن تدل على ذم، وإنما لفظة محايدة.